بمشاركة قياسية من حيث عدد الدول، افتتح في بيونغ تشانغ في كوريا الجنوبية الدورة 32 للألعاب الأولمبية الشتوية. ليس رقم الدول هو الوحيد الذي يسترعي الانتباه، فحفل الافتتاح يحضره أيضا نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس وشقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وهي المرة الأولى التي يزور فيها وفد رفيع من كوريا الشمالية الجارة الجنوبية، ويلتقي فيها لاحقا الرئيس الكوري الجنوبي. اللافت أيضا في هذه المشاركة الكورية الشمالية أن بيونغ يانغ أرسلت عدة فرق فنية وسياحية وجيشا من المشجعات الرياضيات الجميلات، بينما سيشارك رياضيون شماليون زملاء جنوبيين في فرق مشتركة لخوض غمار المنافسات. أحداث يرى فيها لبعض متنفسا للشمال المحاصر بالعقوبات لتخفيف الاحتقان السياسي والعسكري الناجم عن تجارب بيونغ يانغ الصاروخية بعيدة المدى والتهديدات والشتائم المتبادلة بين الرئيسين الكوري الشمالي والأمريكي، وأملا للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي ما يعيد الأمور إلى نصابها بعض الشيء. طائرة زعيم كوريا الشمالية الخاصة تحط في الجارة الجنوبية. العنوان يبدو غريباً بالنظر إلى التاريخ المتأزم للعلاقات بين الجارتين، لكن القصة حقيقية. فدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ بكوريا الجنوبية ربما تفتح صفحة جديدة للعلاقات بين الكوريتين، يقول مراقبون. المناسبة يحضرها رئيس كوريا الشمالية الشرفي كيم يونغ نام برفقة شقيقة زعيم الكوري الشمالي الصغرى كيم يو جونغ، زيارة هي الأولى من نوعها لأول عضو في العائلة الحاكمة بكوريا الشمالية إلى كوريا الجنوبية. وفيها يعبر كذلك أكبر مسؤول كوري شمالي الحدود بين الكوريتين. القصة لا تنتهي هنا، إذ يبدو أن كوريا الجنوبية تعلق آمالاً على دورة الألعاب هذه لاستعراض جهودها الرامية لتهدئة التوترات وتعزيز التقارب بين الكوريتين، حيث يتنافس في هذه الدورة رياضيون من البلدين معاً تحت علم موحد لشبه الجزيرة الكورية للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات. غير أن الانفراجة بين الكوريتين في الألعاب الأولمبية تثير على ما يبدو مخاوف واشنطن وطوكيو من أن تقوض سول الحملة التي تقودها الولايات المتحدة لممارسة ضغوط على بيونغ يانغ حتى تتخلى عن برامجها النووية والصاروخية. معنا من القاهرة خبير الشؤون الأسيوية في مركز الأهرام للدراسات الدكتور أحمد قنديل. دكتور أحمد، أهلا وسهلا بك على سكاي نيوز عربية. تتابع بلا شك أولمبياد الشتوي في بيونغ تشانغ في كوريا الجنوبية، حضور لافت لرئيس كوريا الشمالي الشرفي، وحضور أيضا لشقيقة زعيم كوريا الشمالي الفعلي، وتصافحهما مع الرئيس الكوري الجنوبي. برأيك هل هذا مؤشر على إمكانية أن تصلح الرياضة ما أفسدته السياسة؟ بدون شك هذا المشهد هو يبعث على التفاؤل والأمل والحماس بشأن قرب التوصل إلى مصالحة بين الكوريتين. هذه لأول مرة زي ما حضرتك ذكرت تزور إحدى الشخصيات المنتمية للعائلة الحاكمة في كوريا الشمالية كوريا الجنوبية. هذه أول زيارة في التاريخ ربما لمثل هذه الشخصية. ده يأتي بعد يعني نوع من الإشارات المتبادلة ما بين الجانبين التي تظهر رغبة في تحقيق التقارب واستئناف الحوار الذي انقطع خلال العامين الماضيين تماما نتيجة يعني قيام كوريا الشمالية بتطوير برامجها النووية والصاروخية. نحن الآن ربما في ذروة التقارب الدبلوماسي ما بين الجانبين، وأعتقد أن دورة الأولمبيات الشتوية هذه فرصة قد لا تتكرر مرة أخرى لتحقيق ما تهدف إليه الدولتين على الأقل في على المستوى العلني. ربما تكون هذه الإيماءات الإيجابية هو تحرك تكتيكي من جانب الدولتين، ولكن هي فرصة
أعتقد أنه من الواجب الحرص على الاستفادة منها لنزع فتيل الانفجار المتوقع في هذه المنطقة من العالم. هل ستستفيد دولتان من الأولمبياد وتتجه إلى مصالحة، أم ثمة أطراف دولية على رأس الولايات المتحدة الأمريكية ستحول دون هذا التقارب على الأقل على المدى المنظور؟ حضرتك بتلمس نقطة في غاية الأهمية وهي الأطراف الدولية. وبالتحديد أعتقد أن الموقف الأمريكي سوف يكون حاسما إلى حد كبير في الاستفادة من الفرصة الحالية والرغبة المتبادلة الواضحة ما بين الكوريتين لتحسين الأوضاع. الموقف الأمريكي حتى الآن يبدو غير مرحب بمثل هذا الانفراج. وده طبعا يأتي متسقا مع إدارة موقف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ مجيئه في العام الماضي. هو تعهد في أثناء حملته الانتخابية وبعد انتخابه بعدم السماح لكوريا الشمالية بامتلاك سلاح نووي قادر على الوصول إلى الأراضي الأمريكية، وهو يعني مصمم على استخدام منهج الحصار الاقتصادي والعزلة الدبلوماسية من أجل تحقيق هذا الهدف، حتى أن جميع المسؤولين الأمريكيين وآخرهم كان نائب الرئيس الأمريكي بنس في طوكيو أمس بالتأكيد على أن كل الخيارات متاحة بما في ذلك استخدام الخيار العسكري. وبالتالي حتى أنه يعني رغب يعني في إشارة منه إلى عدم الحماس إلى هذا التقارب، لم يحضر مأدبة العشاء التي يعني نظمها الرئيس الكوري الجنوبي لقادة، ولم يقف أصلا أيضا دكتور أحمد لدخول فريق الكوريتين الموحد، لم يقف أساسا لهذين أو الفريق الموحد من كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، وقال بأنه لم يتواصل مع الكوريين الشماليين، وكما ذكرت لم يحضر حفل العشاء. برأيك هل استمرار تقارب بين الكوريتين ستمرره واشنطن مرور الكرام، أم ستكون له تداعيات خصوصا على كوريا الجنوبية نفسها؟ حتى الآن لا لا ليس من الواضح وجود استراتيجية أمريكية واضحة تجاه التعامل مع الموقف في كوريا الشمالية. الاتجاه الواضح هو رغبتهم في تشديد العقوبات واستمرار الحصار، والتأكيد على أن الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب لاستئناف الحوار، خاصة بعد أن فرضت الأمم المتحدة أقصى عقوبات في التاريخ على دولة ما، وخاصة بعد أن بدأ الصينيون يقتنعون بوجهة النظر الأمريكية ويوافقون على مسألة عزلة كوريا الشمالية لمنعها من الاستمرار في تطوير برامجها النووية. وبالتالي لا أعتقد أنه في ظل الوضع الحالي سوف تهتم كثيرا الولايات المتحدة بالجلوس على مائدة واحدة مع الكوريين الشماليين. أيضا مسألة في غاية الأهمية وهي مسألة المناورات العسكرية المشتركة ما بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. هذه المناورات تأجلت كان مقررا لها أن تنعقد في بداية هذا العام، لكنها تم تأجيلها إلى ما بعد انتهاء الأولمبياد حتى يتم إعطاء فرصة لنجاحها. الأمر الحاسم هنا هل ستجري هذه المناورات أم لا؟ وهنا أيضا نسأل دكتور أحمد، أيضا اسمح لي على المقاطعة، الانفراج الجزئية هذه بين الكوريتين وتوقعات ربما بالذهاب إلى مصالحة، هل تدفع كوريا الشمالية إلى الحد من أنشطتها الصاروخية النووية أم العكس سيحدث؟ في دقيقة لو سمحت. أعتقد أن هذه الانفراجة لن تؤثر على التوجه الاستراتيجي لكوريا الشمالية. كوريا الشمالية تهدف إلى الحصول على ضمانات أمنية بعدم مهاجمة واشنطن لكوريا الشمالية من أجل تغيير النظام الحاكم هناك. ما لم تحصل كوريا الشمالية من واشنطن على مثل هذه الضمانات الأمنية سوف تستمر في إجراء تجاربها النووية والصاروخية حتى تصل إلى سلاح رادع ضد الولايات المتحدة من أجل تحقيق أمنها. وبالتالي هذه المصالحة
لا يجب أن يتم رفضها بتسوية شاملة للأزمة الكورية. أشكرك دكتور أحمد قنديل خبير الشؤون الآسيوية في مركز الأهرام للدراسات، حدثتنا من القاهرة، شكرا لك.